السلام عليكم متابعينا، اهلا وسهلا بكم في قناة جيمز ماستر. عدنا لكم في حلقة جديدة من لعبة بنتين باور تريب. نستكمل الحلقة السابقة، الزقاء والذهاب الى مكان العلامة الخضراء، حيث توجد هناك المحولات اصدقائنا. ولكن كيف علينا الصعود؟ نذهب الى الاعلى. كيف نصعد؟ حسنا حسنا، نصعد إلى الجسر في الأعلى، ولكن سنعود قليلا للخلف حتى نستطيع الصعود إلى الأعلى. أوكي، من هنا. حسنا، من هنا حتى نستطيع الوصول إلى الوصول إلى المولدات الكهربائية، المحولات التي توجد بها مشكلة أصدقائنا. نقوم بحل هذه المشكلة. حسنا، ليس مهما، نصعد إلى الأعلى. كيف سنصعد الآن إلى الأعلى هناك؟ هل يوجد طريق من هنا؟ أجل، يوجد طريق من هنا أصدقائنا. نذهب بأقصى سرعة باتجاه المحولات. ها، قد اقتربنا جدا، تقريبا حتى وصلنا أصدقائنا إلى المكان المستهدف. نستخدم هيت بلاست. حسنا حسنا، نصعد إلى الأعلى أصدقائنا. نذهب إلى المحولات الرئيسية التي تحتاج إلى حل. يوجد بها مشكلة، نتحدث مع المهندس هنا أصدقائي. بن، مرحبا، هل حدثت مشكلة تتعلق بالطاقة؟ يبدو ذلك بالفعل، جاء بعض الوحوش انتزع المحولات من هنا. هل رأيت الاتجاه الذي سلكوه؟ يوجد مخيم صغير بالقرب من الشلال الكبير، أنا متأكد بأنك ستجده هناك. بدأت المهمة، محول المسار إلى الأسفل. حسنا، نذهب إلى مكان الوحوش التي قامت بسرقة المولدات أصدقائنا، مولدات الطاقة. هم هنا، يوجد أحد يجب أن نتحدث معه. تحدث إلى هذا الرجل. هل رأيت أي محولات بدعامات بالقرب من هنا؟ صعدت تلك الوحوش الرهيبة في ممرات الجرف مع المحولات. حظا جيدا، شكرا. حسنا، صعدوا إلى هنا. نصعد إلى الأعلى هنا أصدقائنا. نصعد ثانية، نقوم بالقضاء على الوحوش أصدقائي الموجودة هنا. نستخدم تشوكروك أصدقائي، لأنه الأكثر قوة هنا أصدقائنا. جري العثور على 3 من المحولات، يجب أن نجد 3، ولكن لم نجد سوى الأول الآن. واحد من الثلاثة. حسنا، نصعد إلى الأعلى. نستمر بالتقدم أصدقائنا باتجاه السهم الأخضر. نستخدم هيت بلاست. لحظة، نختار تشوكروك. يطلب منا نستخدم هيت بلاست. حسنا، لماذا؟ اوكي، نستعيغ. لماذا يطلب منا هنا تحويل الى هيت بلاست؟ طريق من هنا يعني. لكن الصناديق تغلق الطريق أصدقائنا، لا نستطيع المرور.
الآن يستطيع حرق أصدقائنا. حسنا، نجحنا بحرق الصناديق. نتقدم إلى الأمام في تيب بلاست. نحصل على بعض العملات النقدية أيضا. لا يوجد شيء مهم هنا. حسنا، نتقدم نحصل على بعض العملات المعدنية. والآن يجب أن نحصل على المولد الثاني. يوجد بعض الوحوش نقوم بالقضاء عليها أصدقائنا. قضينا على الوحش الأول، بتبقى وحشين أيضا، والوحش الثاني لا يترك لنا فرصة في الهجوم. قضينا على 3 وحوش حتى الآن. نقوم بالقضاء على الوحش الأخير أصدقائي ونحصل على المولد الثاني. ها هو المولد الثاني. حصلنا على مولدين من أصل 3، يتبقى مولد واحد فقط. نختار تشوكروك الآن. الآن المهمة تستخدم نحتاج تشوكروك. ماذا الآن؟ حسنا، أوه سقطنا. أوكي، تقدم للأمام أصدقائنا. ونحن هنا الآن ننزل للأسفل. عدنا ثانية. حسنا، ننزل للأسفل. طريق من هنا. نتقدم للأمام أصدقائنا باتجاه السهم الأخضر على بعد 100 متر تقريبا. أقل، أصبحت 80 مترا، 70 مترا، 60، ها هو 50 مترا. ها هو المحول هناك أصدقائنا. تأكيد سنقاتل بعض الوحوش. ها هو الوحش الضخم، أحد الوحوش الضخمة. نقضي على الوحش الصغير الأول، وها هو الوحش الثاني أيضا. نقوم على القضاء على الوحوش الضعيفة، ثم نقوم بالقضاء على الوحش الأخير الكبير. لكن يجب أن نهاجمه من الخلف أصدقائي، هذا لا يتضرر من الأمام. حسنا، نهجم. ها هي فرصتنا الآن. تلقى نصف الضرر تقريبا. حسنا، نهجم عليه مرة أخرى. ندعه يلف أصدقائي. تعال يا حب، تعال كابتن، تقدم. ها هو يتقدم أصدقائنا. نهجم عليه من الخلف حتى يتضرر، لكن لا يترك لنا مجالا كافيا. ها هو يتلقى الكثير من الضرر، لم يتبقى له كثير من الطاقة. سنقوم نحاول هزيمته الآن. تك تك. أو لا، لم نستطع هزيمته بعد. نهجم الآن. أخيرا قمنا بهزيمته أصدقائه والقضاء عليه بنجاح. نحصل على المولد الثالث. الآن يجب علينا النزول من هنا، من هذا المكان. المكان مرتفع جدا هنا. لا يوجد شيء في الأسفل. نعود إدراجنا أصدقائي بالنزول إلى الأسفل. يوجد درج من هنا. حسنا، سلم. ننزل بأقصى سرعة. نختار اكسليريت. ونزلنا للأسفل. يوجد وحش هنا نقوم بالقضاء عليه. نقضي على جميع الوحوش. حسنا، لحظة. نختار هيت بلاست. نهجم عليهم أصدقائنا. نقوم بحرق الوحش الثاني. يتبقى وحش أخي الأخير. نقوم بالقضاء عليه أصدقائنا وننجح بالقضاء عليه. يوجد شيء ما هنا. عد إلى محطة الطاقة. حسنا، مهمتنا الآن العودة إلى محطة الطاقة أصدقائنا. حسنا، نحلق عاليا بسرعة بطريق سليريت. العودة إلى محطة الطاقة. حسنا، نعود إلى محطة الطاقة. نتجنب الوحوش فهي ليست مهمتنا. نعود إلى محطة الطاقة ثانية. نختار هيت بلاست. نصعد إلى الأعلى. نختار بنتن. نتحدث مع المهندس هنا. هل عثرت على محولات صعيد الطاقة الآن؟ حسنا، تم إسعاد الطاقة أصدقائنا بنجاح. عد إلى العمدة. حسنا، نعود إلى العمدة الآن.
ولكن مسافة بعيدة نحتاج اكسلريت. لحظة، حسنا أنا سعاد، نعاول العودة إلى العمدة. أصدقائنا الآن ها هو اكسلريت تتسلق العمدان الكهربائية على الخطوط الزرقاء. نعود الآن بأقصى سرعة إلى مكان العمدة الموجود في القرية. نقترب جدا من مكان القرية على بعد بس فقط 250 متر، أقل الآن 200 متر تقريبا. اقتربنا جدا من مكان العمدة أصدقائي على بعد 100 متر فقط. 50 مترا، 20 مترا، لقد وصلنا العمدة أصدقائي. نتحدث إليه. شكرا لك يا بن، الآن يمكنني قراءة قائمة مهامي الطويلة للغاية وأنا أشعر بالفزع. ماذا يمكنني أن أفعل أيضا للمساعدة؟ كان لدى جراش ليشلين دائما فريق من الحطابين على المستوى العالمي، لكن هذا العام بقدر ما هو أمر محرج فقد ظهر فريقنا دون الحي. حطابون بلا لحى. عملنا الأخير الدكتورة فيبا ين العالمة المحلية، ربما يمكنها أن تحفز بعض الأشياء التي من شأنها أن تجعل بعض الشعيرات تنمو في وجوه الفريق في الوقت المحدد للمهرجان. عالمة رائعة، سأعود قريبا. بالمناسبة يوجد مدنيون في جميع أنحاء المدينة قد يستفيدون من مساعدتك. أتمنى أن توافق على الاهتمام بهم. بكل تأكيد أيها العمدة، اكتملت المهمة. محول المسار، نكتسب بعض نختار الصحة، نزيد ب5 نقاط للصحة أصدقائنا. حسنا الآن يوجد مهمة جديدة، لا أدري ما هي. مصل نمو اللحية. حسنا أصدقائي، لهنا تنتهي حلقة اليوم من لعبة بنتن باور تريب. نراكم في الحلقة القادمة، إلى اللقاء.